تكون بخير. حبيب قلبي اليوم بدي راح يكون خارق حرق حاقد بالقرنابيط قرناطيط متفجر يعني هي اصلا. المهم حبايبي اليوم متحمسين كثير على هذا التحدي، مثل ما راح تشوفوا معانا الدائره ومعانا الاسهم راح نكون مقسمين على ثلاث فرق، يزن شهد وأبيض. يعني عدو يزن. شربت معرفتك شباب. فكره التحدي هي اللون الابيض مثل ما انكم شايفين جنبه رقم، اللي بيجيب السهم باللون الابيض راح يعطي امر للثاني ينفذه فورا قدام الكاميرا ونسجل له مثل ما راح تشوفوا على الدفتر كاتبين هون يزن وشهد وابو يزن عليكم. ونسجل له الرقم اللي بيطلع له مثلا 8 3 2 عشوائي طبعا مثل ما انتم شايفين 10 20 12 14 يعني جميع الارقام موجوده. بنسجل لكل واحد الارقام اللي راح يجمعها مشان نشوف اخر الفيديو مين هو اللي جمع اكثر شيء نقاط راح يتحكم بالشخص اللي بيختاره. مثلا انا جبت اكثر شيء نقاط راح اختار يزن او شهد، او شهد جابت اكثر شيء نقاط راح تختارني انا او يزن تتحكم فيني 12 ساعه. انا احذر مين بختار. طبعا ال 12 ساعه راح نسويها ان شاء الله بالجزء الثاني الفيديو اللي بعد هذا. شباب مين بتتوقع يفوز؟ هلالي مين بتتوقع يفوز؟ وقفوا الفيديو انزلوا اكتبوا لنا تحت بالتعليقات مين راح يفوز و... ما تنسوا تدعمونا باللايك وتوصلونا هذا الفيديو لل 50 ألف لايك ومنحبكم كتير وراح نخليكم مع الفيديو ويلا نبلش. وكمان أمير حابب يشارك معنا، بتعرفوا أنتوا مشان ما يزعل فحابب يشارك معنا بلقطة لقطتين وأعطيه البوسة للمتابعين. أمير كم لايك يوصل هذا الفيديو؟ يا شباب وصلوني هاي 50,000 لايك. 50,000 لايك ما بيفجر أمير ما تخجلوا لأمير. يلا خلينا نبلش أول شيء حجر ورقة صغيرة من الصغيرة للكبيرة. حجر ورقة مقصة نشوف مين البداية. خلص الفيديو يا شباب. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. اوكي شباب مثل ما كنتم شايفين حطينا نقطة البداية عشان ما حد يتخطى الحد مثل هاي الكاسات، من هون الضربة راح تكون. اوكي وراح نبلش مثل من عند يزن ويلا. تعي هون عشان ما اعطيك شوت. يلا 1 2 3 اسود. الاسود ما محسوب. اوكي اوكي يلا الضربة الثانية. حظك بيض. خلصين. لا طلع حظك. هاي والله بابا صيام 14 اول واحد. والله انا عارفه اني راح افوز بالبدايه. كمان 14 يعني 14 شايفين 14 و14 20. اوكي راح تعملي تمرين معدل سبع مرات. يلا بسرعة بسرعة. انا واحدة ما فيني اعمل دايما سبعة. هاي هاي يلا 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 نامي هون. انا بعمري ما توقعت. شباب هاي الضربه لعيون المتابعين. سجلت 28 ايش حد يبعت؟ سبعه. الخروف يلا روح جيبي لي بصل خضراء.
يلا ها اوكي انا بصير هيك هيك انت امسكي له هاي هيك فاهمين بس بس شو بس احسن من الخروف احسن من الخروف يلا راح نعطي دور لامير يلا اميره اميره انا بدي اجيب شباب خف رجعي دموعك رجعي دموعك على وجهك لانه ما خلينا نشارك وطبعا ما فينا نخلي نشارك بتعرفوا يلا هيك بدي اسد البنك هو هو انزلي ورا انزلي يلا اميره واو والله جابها والله ثاني يلا لا ما بيض بيض داري يلا يلا سريع سريع ابلع اوه راحت ليك من شوي هي وقعت ما عدت بلاد في داي اللي قبل مين قبل شمل لا بابا بدك تقبل بابا بابا ما يلا 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 شوي رجع الفيديو استنى 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 لا صار في غش رجع الفيديو قلت لك اذا يزن جاب الاريض مين بيحكم الكلي بيحكمك لإلك طيب يلا يلا انا لابلو يلا حكموا يلا مع صوت البطة يا شباب لا نبت الحيط شباب هادي ما في ده هادي لا هجاش شو شو عم يعيطوا يلا سيدنا والله لا خليك تمشي مشيت بها الصورة لا أنا إلك يا عزيز احمر حمراء شو هذا هذا اللون ما اتفقنا عليه ما اخذناه بالمدرسه لا لا اخذناها في المدرسه ابيض ابيض 20 يلا بابا راح نسجل لك 20 ابيض تعال شوفه ولا لا لا تقول لي يا بابا لا تقول لي لا ها شو لا غني غني لا 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 يلا غني مقطع صغير هيك بالتركي يلا شباب نقدم لكم المطربة الصاعدة شهد المايك مايك حط ايدك هون اوكي وبتفتل 10 مرات 7 لفات يلا سبع لفات طلع 7 لفات وبدك تيجي تاخذ هاي من ايدي ايوه 7 لفات وبتيجي تاخذ هاي من ايدي يلا سبعة تعال يلا تا 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 شو الدنيا بتدمر لا ابيض شايل الدنيا على هاش لا لا عيدة أمان عيدة والله دقيت بهذيك الحمرة والله دقيت فيها أنا دقيت لا لا لكن جاي ما شغله لك والله كانت انا يا شهيد وحبايب قلبي هلا شفت انا 14 نقطه لازم احكم يا زلمه اعطيني شي فكره سنه
التمرين التاسع سبع مرات. كفو عليك. اوكي شباب هلا كل واحد يطلع له ضربتين وراح يكون هون نجمع النقاط ونشوف مين هو اللي راح يفوز. طبعا انا اللي فايز. سجل 20. شو؟ اسود. اخضر. لا اسود. ابيض. سبعه. يلا يزن يزن يلا. باي لك ضربي. بدي احكم. اخر ضربي يزن. بدي احكم. سلاح كنزي. تعال هون. اسود. استنى شيله. اوكي هلا يا شباب يزن راح يؤمر شيخ اللي هو تمثل دور وحده مهبوله على البركه. يلا انا هنا والقلب هناك. يلا يزن اخر ضربه. يلا عشرين. والله تشافوا 22. ايه 22 ب 14 في 3 شو هذا ولا ما بدي 21 28 بتكون الشهد هي اخر وحده هي اللي راح تنفذ الحكم التحكم 12 ساعه. طب مين تحكم فيها؟ انا وانت بنتشاور شو بدنا نسوي. يا حبيبي لا ما بدي تعال هون. بدي اقصلي شعري. لا لا ما راح اوصل لشعرك. اكتبوا لنا شباب اكتبوا لنا بالتعليقات الفيديو الجاي شو بدكم العقاب يكون عشان نقرا التعليقات. وشهد زعلت ما جزمنا هي ابنة التحدي فنحن كنا متوقعين هذا الرقم. فاكتبوا لنا بالتعليقات وصلونا هذا الفيديو لل 50,000 لايك وبنحبكم كثير. طبعا يزن عم تبكي شهد. يزن شباب هيك عم يعمل من شهد. شفتوا المقلب اللي اتفقت معاه تبع الدرع؟ كثير طلبوا انه يعمل فيه مقلب فهلا بدي طالع كل قهره بهذا الفيديو. الفيديو الجاي راح يكون كثير حماسي وانتظروه وبنحبكم كثير والسلام.